مرور قليلة كان المشهد في الجزائر رتيبا مملا كاذبا خادعا مزورا كعادة كل المشاهد من المحيط إلى الخليج في النصف القرن الأخير في أمة رسولها هو الصادق الأمين. في 2019 قل كأمين عام أو المسؤول عن الحزب هو عبد العزيز بوتفليقة. أحزاب وتزاحمت أمام الكاميرات لإعلان ولائها الكامل مع مبادرة الاستمرارية، سك على بياض ودعم غير مشروط من أجل إعادة ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة. نحن نؤكد عن قناعتنا الراسخة لدعم السيد الرئيس لعهدة الخامسة. باسمكم جميعا وبمنتهى الفخر العظيم والاعتزاز يشرفني أن أعلن أن جبهة التحرير الوطني ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. قوموا جميعا لتحية المجاهد عبد العزيز، قوموا جميعا. أحزاب بالعشرات تؤيد، قصائد المديح تنهال على رجل لم يعد يعي ما يدور حوله. مشاهد نفاق رياء الكل يتحدث فيها باسم الشعب كما يحدث في منطقتنا العربية. ظنوا أن الشعب قد مات وأنهم سيعيشون على جثته. مسرحية غثة، وكأن الجزائر قد أجمعت أن يكمل الرئيس القعيد في عهدة خامسة. وفجأة قام الشعب من سباته، خرج الشعب الذي ألجموه وأقعدوه بسياط الخوف والدم منذ التسعينيات. وقف الشعب وقال لا، الشعب لم يموت ولن يموت. وعندها بدأت الألاعيب والمؤامرات المحبوكة فرنسيا بأيادي عملاء في بلد المليون والنصف شهيد. وبدأ الجيش يلعب ويغازل ويتنحنح ويغير خطاب الاستهزاء بالأمس، ويبدو وكأنه ينحاز للشعب. بدأ القاضي صالح وكأن بوتفليقة كان لوحده، وكأنهم لم يكونوا راضين عن البلاد التي تنهب والمقدرات التي تسلب. الصراع اشتد بين سعيد بوتفليقة ورجال النظام في 20 سنة من جهة، والقائد صالح وزمرته العسكرية من جهة أخرى. وبلغ الصراع ذروته اليوم، وتسربت أنباء عن عزل باقي عصابة الرئيس بقيادة سعيد لرئيس الأركان، والجيش بينفي ويصف من حول بوتفليقة بالعصابة، والأجواء تزداد اضطرابا. وأخيرا تحقق ما أكدناه منذ شهر. الشعب الجزائري قال كلمته مدوية، وأسمع من به صمم. وآن الأوان أن يملك الجزائريون ثرواتهم الهائلة ليذهبوا بالجزائر إلى حيث تستحق. وها نحن نقول لهم قبل أي أحد آخر مبروك، بوتفليقة في ذمة التاريخ. الله غالب. وبالفعل وكالة الأنباء الجزائرية تعلن منذ ساعة استقالة بوتفليقة. بعد 20 سنة رحل بوتفليقة. من 3 شهور كانوا يؤكدون أنه باق وأن الشعب يريده وأنه لا فكاك، ومع هذا رحل بوتفليقة. تتنحى وجاع، ترحلوا كلكم، هكذا يهتف الشعب الآن، فلترحل باقي العصابة. تتنحى وجاع ولا يبقى ذيل للعصابة، تتنحى وجاع ويحتكم الشعب إلى الديمقراطية ليختار من يحكمه كموظف على أن لا يكون عسكريا من قبل أو من بعد. تتنحى وجاع وتذهبون إلى حيث يقبع من لفظهم الشعب. ولعمري وكأني أرى أحرار الجزائر يهتفون قسما بالنازلات الماحقات وبالدماء الزكيات الطاهرات
وبالبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامقات الشاهقات، نحن ثرنا فحياه او ممات، وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر. فاشهدوا واشهدوا واشهدوا، عاشت الجزائر، رحل بوتفليقه وبقيت الجزائر حره. الله غالب.